أكد وزير الخارجية سامح شكري أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا طول الوقت. وفي مقابلة خاصة مع شبكة CNN الأمريكية، أكد شكري أنه بسبب القصف الجوي الإسرائيلي فإن الجانب الفلسطيني ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات. وأكد الوزير شكري أن مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمساعدات، مشيرا إلى وجود تعاون مع الجانب الأمريكي. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ومعالجة الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لحماية المدنيين مع تصاعد حصيلة الضحايا في غزة.